هل إذا خرجت من الاعتكاف للعمل أجدد نية الاعتكاف أم أشترط؟ إذا خرجت من المسجد وأنت معتكف لأجل العمل فقد بطل اعتكافك. ولذلك من أراد أن يعتكف وعنده عمل فالأحسن أن يجزئ الاعتكاف، يعني يدخل المسجد ثم إذا أراد أن يذهب للعمل ينوي إنهاء الاعتكاف، ثم إذا خرج من العمل ورجع المسجد ينوي اعتكافا جديدا وهكذا. لكن أن ينوي الاعتكاف ثم يذهب للعمل وهو لا زال بنية الاعتكاف، يعني خروجه للعمل ينافي الاعتكاف، فلا يصح هذا، ولا حتى ينفع الاشتراط، والاشتراط أيضا ليس عليه دليل ظاهر. ولهذا فأحسن طريقة لمن كان موظفا أن ينوي الاعتكاف، وإذا أتى وقت العمل ينوي إنهاء الاعتكاف، فإذا رجع من العمل ينوي اعتكافا جديداً.